بسم الله، الحمد لله ولا إله إلا هو. الباقية من الآية تعرف الأوزان القرآنية ما فيها أوزان، ما ذكر الكافرون. هنا ربي يبشر المؤمنين العاملين، لأنه لا إيمان يذكر عند الله بدون عمل صالح. يقول ربي ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني أنت يا صنف من أتباع الأنبياء عليه السلام وقائد المغوار الرؤوف الرحيم بعباد الله محمد عليه الصلاة والسلام، أنتم من آمنتم بصدق، ولن يزلزل لكم أحدا في ميدان الصدق والإيمان، وكنتم أحسن الناس بالإحسان إلى من أساء إليكم. وربي سبحانه وتعالى يحب لنا أن كل من يسيء لنا نرجع له إحسانات، لعله حين يلاحظ أننا لم نعامله بالمثل يرجع لنفسه يقول ما بال هؤلاء لا يردوا علي مثل ما أنا اعتديت به عليهم. إلى الذي بينك وبينه عداء وكن كأنه ولي حميد. والسلام على أهل السلام.